Canlı yayın almak zorundalar ajans. Ben de tamam, ben de canlı yayın alıyorum. Ben biraz geriden alayım. Tamam, geriden alıyoruz. Ben de görev verdim. Ben de görev verdim. Hiç sıkıntı yok onda. Anlayışı olmamız önemli. Şeyde saygı duymamız önemli. Ben saygı duyuyorum. Duyuyoruz. Kıymetli kardeşlerimiz, hepinizin malumu şehit vatanı için, namusu için, bayrağı için, mukaddes değerleri için canını seve seve veren insan demektir. Rabbimizin ifadesiyle onlar canlarını, mallarını cennet karşılığı vermişlerdir. Cenab-ı Hak şehidimizin ruhunu şad eylesin, mekanı âli olsun. Evet değerli kardeşlerim, sosyal mesafeyi koruyarak safları düzeltelim. Sosyal mesafeyi koruyalım. Allah hepinizden razı olsun. Allah için namaza, Resulullah için salavata, meyit için duaya, uyun hazır olan imama, her kişi niyetine.
Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Aziz cemaat, şehidimizi nasıl bilirdiniz? Haklarınızı helal ediyor musunuz? Haklarınızı helal ediyor musunuz? Rabbim helalliğinizi ve şahitliğinizi kabul buyursun. Şehidimizin ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Allah'u Ekber, Allah'u Ekber, La ilahe illallah, Allah'u Ekber, Allah'u Ekber, La ilahe illallah, Allah'u Ekber, Allah'u Ekber, Allah'a emanet olun.
olur mu? Teşekkür ederim. Kardeşlerim Yasin-i Şerif okunacak. Sükunetle dinleyelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin vel Kur'anil Hakim innaka leminel mursalin ala siratin mustaqim. Tenzil el azizir rahim litunzir kavmen ma unzir abauhum fahum gafilun. Laqad haqqal kavlu ala ekserihim fahum la yu'minun. İnna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-azqan fahum muqmahun. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب
فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا
أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واغف عنا يا كريم واغف عنا يا رحيم واغف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير إلهي يا رب العالمين okumuş olduğumuz Yasin-i Şerif'ten hasıl olan ecir ve sevabı başta sevgili Peygamberimiz Efendimizin aziz, latif, pak, mübarek ruhlarının makamına hediye eyledik, ikram eyle ya Rabbi bir cümle Peygamberan-ı Rıza mazaratının ervahına hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Şehid-i şühedanın, garib-i gurebanın, ulemanın, sülahanın, fukahanın ervahına, dil cümle şehitlerimizin, gazilerimizin, ruhlarının makamlarına hediye eyledik, ikram eyle ya Rabbi. Hususiyle şu anda defnetmiş olduğumuz merhum şehidimiz Ahmet İnce kardeşimizin ruhunun makamına hediye eyledik, ikram eyle ya Rabbi. Burada amin diyen kardeşlerimizin bir cümle geçmişlerinin ruhlarının makamına hediye ediyoruz, vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, şehitlerimizin ruhlarını bu manevi ziyafetten haberdar eyle ya Rab. Mekanlarını âli eyle ya Rab. Bu vesileyle emniyetimizi, jandarmamızı, ordumuzu, yurdumuzu, devletimizi, milletimizi, ezanlarımızı, bayrağımızı, birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle ya Rabbi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا بحرمة الفاتحة الحمد لله الذي لا يبقى إلا وجهه ولا يدوم إلا ملكه توحد بالبقاء وتفرد بالعظمة والثناء وخلق الخلق للموت والفناء كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما عليك سلام الله يا أحمد بن مريم أنت من أحزاب سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأمته أسكنك الله بكرمه مرافع جنته وتغمدك الله بلطفه ملابس رحمته ألا وإن الموت حق مكتوب على الشريف والوضيع والعاصي والمطيع لا ينجو منه ملك مقرب مع قربته ولا نبي مرسل مع علو درجته ورفعته خرجت من دار الدنيا الدنية ووصلت إلى دار العقبة الأبدية فهذا أول منزلك من منازل الآخرة وآخر منزلك من منازل الدنيا الفانية
فالآن قد ينزل عليك الملكان المقربان من ملائكة الرحمن، فلا تخف منهما ولا تحزن عنهما، فإنهما عبدان مأموران بأمر الرحمن، سائلان عنك قائلان لك: من ربك ومن دينك وما نبيك وما إمامك وما قبلتك ومن إخوتك ومن أخواتك؟ فقل في جوابهما بقول صريح وقلب شريح ولسان فصيح: الله ربي ومحمد النبي، والإسلام ديني، والقرآن إمامي، والكعبة قبلتي، والمؤمنون إخوتي، والمؤمنات أخوات. واذكر الأحد الذي كنت عليه في دار الدنيا وهي كلمة الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم ثبِّته على الجواب، وأنطقه بالثواب، وخلصنا وخلصه من العذاب، بحرمة سيد المرسلين، وبحرمة طه وياسين، وبحرمة سر سورة الفاتحة. Evet, saygı ateşi yapılacak, arz ederim. Sayın Ali, kız kardeşim. Allah sabrınızı arasın. Rabbim rahmet etsin. Onun için söylenecek şey yok. Peygamber Efendimiz arkadaşlar inşallah. Cumhurbaşkanımızın ve İslam'a bakanımızın hem tavsiyelerini hem selamlarını, saygılarını iletiyorum. Allah razı olsun. Duanızı eksik etmeyin inşallah. Allah rahmet etsin. Açalım arkadaşlar. Sayın bakanım. Açalım arkadaşlar. Sağ olun.